يا عمي جمله هي 2400 بارك الله بارك الله. احنا من البطاطا طاحت هاد الايام بزاف، كانت بواحد الثمن، كانت واصله كاع 6000 وشي حاجه، 6000 حتى 7000، واليوم يلاه دايره 2400 درهم. موجود موجود في البطاطا، اي مدينه موجوده فيها البطاطا. يقول لك شي واحد راه بطاطا كاينه ب 6 دراهم، شتي فورن. زاد دابا باقي لنا ديال الشتوفه غتدخل ان شاء الله. لا خلاص غدير البطاطا، غدير دابا 60 ريال عند الخضار. احنا اليوم في الرحبه ديال 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 البطاطا بسوق الجمله بإن زكان، وعرفنا بان كانت تعرفوا بان البطاطا او البطاطس اللي كانت تعرفوا واحد الثمن اللي هو كثير كبير بزاف، وصلت 10 11 12 13 درهم. فاليوم احنا تفاجئنا في السوق ديال إن زكان ان البطاطا تنشوفوا المليح ديال البطاطا، يعني الجوده ديال البطاطا. ها هي هذه ديال هذه البطاطا ديال دكاله، ها هي جايه من دكاله، راه طايحه ب 60 ريال الكيلو. ها هي هذه عندنا البطاطا بيضة حتى هي 60 ريال ديال العريش، ها هي 60 ريال الكيلو حتى هي. يعني جميع انواع البطاطس راه داير الصندوق داير 120 درهم 130 درهم، يعني حتى 150 درهم. يعني البطاطا طايحه بواحد 60 ريال 70 ريال جمله، يعني خاصها تتباع بواحد 5 درهم. يعني واللي غادي المعلومه نوصلوا للمستهلك ايضا هو ان البطاطا من هنا 10 ايام راه غادي يولي يديها المستهلك ب 60 ريال عند الخضار. لان غتدخل دابا كاينه البطاطا ديال كاينه البطاطا ديال العرايش، وكاينه البطاطا ديال الدكاله، وكاينه البطاطا ديال مراكش، وديال شيشاوه، وغادي تدخل دابا البطاطا ديال الشتوكه. الا مشات دخلت دابا مازال ما دخلاش، دابا غتدخل في هذا الاسبوع تقريبا، هذا الاسبوع غتدخل البطاطا ديال الشتوكه، غادي تولي البطاطا دايره 60 ريال 50 ريال تقريبا عند بالتقسيط هنا في زكان. يعني تنعرفوا بان هاد البطاطا ديال اللي كانت واحد تتخلع المستهلك المغربي، انه ولا المستهلك ما بقاش يشري 2 كيلو ديال البطاطا 3 كيلو ديال البطاطا، ولا تيشري غير 2 بطاطات، تيقول لي عبر لي 2 بطاطات، عبر لي 2 مطيشات، عبر لي. فدابا الخضر عرفنا الحمد لله راه وصلت واحد نزلت بواحد بواحد الاسعار ديالها نزلت بزاف. راه شفتوا قدام هنا، ها حنا عندنا الجوده ديال البطاطا، الجوده ها هي الجوده ديال البطاطا، ها هي راه هنا وصلت. هذه دابا دايره 2400 الصندوق، بعد ما كانت تدير 7000 ريال الصندوق، مشات 7000 6600، دابا راه دايره 2400. يعني نزلت تقريبا بواحد 60 70% باش نزلت البطاطا. وباش نبشروا المستهلك انه البطاطا دابا من هنا واحد الاسبوع 10 ايام راه غادي يشتري البطاطا ب 50 ريال من الاسواق بالتقسيط ماشي بالجمله. يعني بعد ما تدخل هذه البطاطا دابا اللي غادي تنافس البطاطا ديال الشتوكه، اللي غتنافس هذه البطاطا اللي تتجي من الغرب وتتجي من 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 دكاله ومراكش، يعني غتنافسها، والعريش غتنافسها. اذا هنا البطاطا يعني الخضر والجوله ديالنا اليوم في السوق ديال إن زكان سوق الجمله، فعرفنا بان مجموعه ديال الخضر اللي عرفت واحد الانخفاض كبير. ديك الخضر اللي كانت تدي 9 درهم 8 درهم دابا دايره 5 درهم 4 درهم في السوق. ما يقولكش واحد راه مشيتي انت للسوق واللي راه فين كاين هذا الشيء، هذا الشيء كاين راه كاين هنا، ولكن هنا نهضروا على الوسطاء، راه الوسطاء هما اللي تيطلعوا السوق. راه دابا ها البطاطا دابا ها هي طايحه ب 60 ريال، ها هي شوف البطاطا كي دايره طايحه ب 60 ريال البطاطا دابا، ولكن ملي تمشي تسولو غادي يقولك 140 ريال، راه حشومه. يعني زيد واحد درهم درهم ونص حتى جوج درهم ماشي مشكل، ولكن باش تزيد انت تزيد 4 درهم دقه واحده. ها البطاطا دابا جديده هنايا دايره 60 ريال، يعني تتباع ب 5 درهم ماشي مشكل، ولكن من هنا واحد الاسبوع 10 ايام الدخول ديال الشتوكه راه غادي تولي البطاطا دايره 50 ريال اللي غتوصل ليها بالنسبه للتقسيط عند الخضار، ذاك الخضار اللي تيبيع بالتقسيط. تبعتها ديال خنيفره ما كاينش الاقبال، ما كاينش اللي غادي يهرسها. دابا كاينه خنيفره بوحدها اللي تتفورني، يعني غادي تتهرس هاد الكاله ولا العريش مازال ما وجدش. يعني الفلاح اللي في خنيفره تيدير اللي بغا، انت فلاح تنجي عندك تدير اللي بغيتي، يعني السومه اللي بغيتي. الو اكادير اش داير؟ داير 6 درهم، داير 110، داير هذا، تيدير حتى هو السومه ديالته لهي. الو ذاك البياع والشراء اللي غادي يشري تيشري بالكيلو، نديروا ليه حنا 90 ريال الكيلو، وزيد انت كل صندوق تيوصل هنا ب 600 ريال، الله يحسن العوان. 600 ريال؟ اي حيت دابا الترونسبور من خنيفره لهنا شحال من كيلومتر هذيك؟ راه تيزيد حتى هو السومه ديالو. يعني واحد الدرهم اخر. وما يزيد. من تدخل هذيك السلعه هنا تدخل ب 100.
110 106 يعني حتى هو تيشوف حساب اللي غادي يخرجوا. داكشي علاش داز في هذيك المرحله داز داك الغلا ديال 140 160 ريال. كان ديك الساعه ما كانش المنافس، دابا حاليا كاين المنافسه. الور دخلت العرايش هرسات هذوك ولا هرساتها مراكش، هرساتها شيشاوة. من بعد كما قلتي دابا انت على الكلام اللي قلتي انت غتدخل ديال هذا، يعني ما غاديش يبقى داك الضغط، داك الضغط على المواطن ما غاديش يبقى. ولاني من تدوز ثاني، حيت هي ما تتبقى واحد الفتره، هذه تتبقى واحد الفتره قليله هذه العرايش. يعني ما تفوتش من هنا كاع، الا كثرت نهار 15 شهر واحد تتكمل. اش تتبقى عندنا؟ تتبقى عندنا ديال الدكولا، من بعد من ديال الدكولا وديال الشتوكه هما اللي تيبقاو. شهر ربعه ثاني ان شاء الله بجهد الله ما تتبقى لا دكولا لا 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 ديال البلاد، تدخل ثاني ديال العرايش الجديده وتتم المرحله غاديه. اذا ما عمر البطاطا تتقطع؟ لا لا ديما هي كاينه، ديما كاينه، ديما كاينه هي. تمشي هذه البلاد تجي واحد البلاد اخرى يعني كاينه مراكش. مراكش عندها موسميه، يعني تتبدا في شهر واحد تتكمل في شهر جوج ولا في شهر ثلاثه. هذه لا، هذه تنشدوا معاها تتكمل، هذه تدخل ثاني في شهر خمسه ديال العرايش ديال البلاد ديال دين اللي يوميا معنا. تتكمل ديال هاد الليالي تدخل ديال الصيف شهر 6. من بعد ديك الساعات يدخلوها ثاني للفريكو، الا ما كاينش السومه ثاني هنا يدخلوها للفريكو، يستغلوا ديك الفرصه ثاني عاوتاني على حسب هادشي اللي نقول لكم انا على حسب البطاطا. بحالي دابا انا جايبها ب 2400 طامع في 100 ولا طامع في 1000 فرانك، ما لقيتهاش غادي نبيعها فلوسها. الور الا خليتيها بيتيها الغدا طامع فيها الغد ليه، كاين الاقبال، كاين الاخرى داخله غير الاخرى، تقدي تهرس السوق لهي، تبقى واحده لك هذه في راسك. هاد النقطة ديالها في راسك، هذه شاري مشيرة ب 2400 خاصك تبيعها باش غد لي ثاني تسوق سلعة أخرى. ديما أنت مع الجديد، ديما مع الجديد، وهذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. من خلال الجولات ديالنا هنا بسوق الجملة بإن زكان لاحظنا انخفاض ديال الأسعار ديال الخضر بصفة عامة. حنا هضر إلا الطماطم اللي باقي شوية شادة السوق. الطماطم بوحدها راه شفتوها راه دايره 9 درهم 10 درهم بالجمله. الصندوق داير بين 6000 ريال 6600 6400 هذا هو يعني 5400 تقريبا. لاحظنا ايضا حنا من الجولات ديالنا هنا بسوق الجمله بين زكان هو انخفاض ديال بعض الخضر، مثلا الكورجيت. هاد الكورجيت اللي وصلت واحد الوقت 22 درهم 23 درهم 20 درهم، اليوم الكورجيت راه دايره في السوق بالجمله دايره 7 درهم 8 درهم بالجمله. يعني بروميير شوا، يعني الجوده، خلينا مع ديك الثانيه والثالثه، هذه الجوده دايره 7 درهم 8 درهم في السوق. يعني واحد الثمن اللي وترعفوا بلا الكورجيت واحد الوقت وصلت 22 20 18 اللي وصلت. ثانيه مشينا للوبيا، اللوبيا دابا الجوده ديال اللوبيا راه دايره 8 درهم 7 درهم بالجمله. عرفنا بان اللوبيا كانت واحد الوقت راه وصلت حتى 20 درهم حتى 25 درهم حتى 23 درهم. المستهلك راه عارف هادشي، راه مشى للسوق. دابا راه اللوبيا دابا يعني بريمير شوا، يعني الجوده ديال اللوبيا ديال 7 درهم 8 درهم. وهذا بشرى بالنسبه للمستهلك بان هذا الانخفاض ديال 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 الاسعار ديال الخضر فهو تيفرح. بالنسبه لباقي الخضر الاخرين كلهم ما بقاش ديك الاثميه تنعرفوا. راه تكلمنا على البطاطا وعرفنا بلا نزلت حتى 3 درهم دابا، وتكلمنا على 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 الخضر الاخرى. خيزو راه البارح داير، البارح واليوم راه داير درهم ونص بالجمله، درهم ونص جوج دراهم اللي داير خيزو، اللي كان خيزو واحد الوقت راه وصل 10 11 12 درهم اللي وصل خيزو، دابا راه داير بين درهم ونص وجوج دراهم خيزو هنا في السوق. يعني بالنسبه رغم ان الفتره هذه الفتره راه الفتره ديال الانتاج، و تنقول بالخريف تتكون الخضره قليله، لان في الخريف الفلاح ما تينتج هذا. ورغم ذلك فالخضر عرفت واحد الانخفاض اللي هو كبير، وهذا كما قلت هذا 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 بشرى بالنسبه للمستهلك مسكين اللي ما تلاش قادر انه القدره الشرائيه ديالو ما قادرش انها تشري، مثلا تشري مطيشه ب 12 13 البطاطا ب 12 13 الجلبانه وصلت واحد الوقت. الجلبانه اليوم في السوق دايره 8 دراهم 9 دراهم، يعني الجودة ديال الجلبانة 7 8 درهم جملة الجودة. حنا تنهضروا بالنسبة سميتو عليه اللوبيا حتى هي قلنا راه الجودة 7 درهم اللي دايرة في السوق هنا، وباقي غادي طيح بالنسبة لهذ الخضر كلها. باقي تعرف واحد الانخفاض اللي هو على الصعيد ديال هنا السوق ديال زكان هنا، وتنعرفوا بلي السوق ديال زكان اللي هو أكبر سوق من الأسواق الكبرى اللي تصدروا الطماطم لجميع مدن أنحاء الوطن.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.